يا ولادي ويا بناتي، الدار يخش مصر بالتهريب دي ما يخش. نحن الخشينا ربنا كان دار قصر جنة في مصر دي، نحن بنموت يسترونا، لكن موت الخلا كعبة. يموتوا في الخلا، يخلوه للصقور، يخلوه للكلاب، يخلوهم للطير، والحمد لله. أيها الأهل والعشيرة والأحباب، نسلم عليكم دائما سلاما سودانيا خالصا. ربنا يديكم العافية كلكم، وربنا يحفظ بلادنا ويزيل الهم والغم والكرب الحاصل لكل الناس. أنا الليلة عاوز أتكلم مع كل أهالي في السودان وفي مصر تحديدا عن نزوح الناس بالتهريب من مدن السودان المختلفة لأسوان. أكيد كل الناس سمعت بالأهوال والمصايب والأخطار الكبيرة جدا المر بها الناس اللي وصلوا مصر، وأكيد سمعت بالأعداد الكبيرة جدا من الناس اللي فقدناهم من أمهاتنا وأبهاتنا وحبوباتنا وأجدادنا وأولادنا وأطفالنا وأخواتنا وأخواننا. حقيقة داري أتكلم عن المأساة اللي تعرضنا عليها نحن كأسرة. فقدت أختي وابنها في أفظع وأبشع وبصورة ما تتخيلوها. يعني مهما الإنسان يحكي عن الفظايع اللي ارتكبوها المهربين وارتكبوها تجار البشر ديل وعديمي الضمير ديل، مهما احكي الناس ما حتتوقعها. اختي للاسف وابنها فقدناهم في الطريق هذا نفسه، فقدناهم، فقدنا الاف من الناس، فقدناهم عطش، فقدناهم جوع، فقدناهم ذله، فقدناهم قهر. رجاء رجاء انا ناشد كل الناس بان هذا الطريق طريق خطر جدا. المسألة دي يا اخواننا لابد انها ترجعنا لعقلنا، الناس تفكر بعقل، ولا تقودوا انفسكم للتهلكة. الكلام ده انا بيخليني اخاطب المدن الجوه الناس الناجين من الحرب، ما دار اقول النازحين، دار اقول الناجين من الحرب. المدن الامنة في السودان، دار اقول انه انتوا يا اخواننا سبب مباشر في انه الناس ديل يطلعوا من السودان، لانه بصراحة انتوا لا استقبلتوهم لا كرمتوهم ولا خاويتوهم. الناس ديل ما لقوا منكم انتوا بيوتكم فاتحة ولا جروبكم فاتحة. اي زول عنده بيت مهما كان حجمه ولا كانت اوضاعه طلع باسعار عالية جدا، اسعار عالية جدا لناس جايين يا اخواننا فقدوا كل شيء في بيوتهم في الخرطوم وفي الجزيرة. دي جماعة في قدامهم غير انهم يمشوا تهريب لمصر. طيب اخوانا والله الناس اللي حتى بيركبوكم ديل، الناس اللي بيغروكم بانه انا والله بوصلك لحد المكان اللي ماشي له في مصر، ده كلام للبيع. الناس ديل اول ما تتحرك العربية وتمشي الخلا بيكون شخص اخر تماما، عاوز بس يصل وينزلك في الخلا، ينزلك في الصحراء، ينزلك في اي نقطه. كل الكلام اللي بيلتزم به ما بيعمله، هو متعود على الخلا. لكن هل اطفالنا وامهاتنا واخواتنا والناس البسيطين جدا متعودين على الصحراء، متعودين على العطش، متعودين على الاهوال اللي بيشوفوها دي؟ اي زول مشى حتى الوصل والله يا اخواننا بيقول كلام يشيب له شعر الولدان. اخواننا دي رسالة أولى أنا برسلها عبر الفيديو ده، حتيجي بعده رسائل ثانية. هنوجه رسائل للمدن الآمنة، لأهلنا في المدن الآمنة. اخواننا نحن في أيام مباركة جدا، افتحوا بيوتكم. نحن لولا
المبادرة الأشقة الطوعية بأسوان كانت البهدلة تكون أكثر. من هنا أشكرهم، من هنا أشكر مبادرة الأشقة بأسوان، لأنه حقيقة وقفوا معانا وخففوا علينا العناء وخففوا علينا العذاب وقاموا بكل الإجراءات في يوم واحد. هل تتوقع في نفس اليوم توفوا 35 شخص، 6 من أسرة، 1 يتحرك، وأشياء فظيعة جدا هذه ترتكب من الجانبين، من جانب المهربين من السودان ومن جانب المهرب الثاني بتاع القاهرة. وفي أحيان نقول لك الجبل قافل والجبل فاتح، هذا كله استنزاف. وللأسف الآن تكونت عصابات، عصابات ينهبوا الناس، عصابات يودوهم البيوت، عصابات يشيلوا حقهم، عصابات لا تتخيلوا. ديل بشر، ديل ذئاب بشرية، ديل ليس ببشر، ديل ليس بإنسان. السودان بخيره، الناس تفتح في اللغاليم، يفتحوا لأهلنا عشان يخففوا عنهم المعاناة. الناس سافرت من أجل الضيق، من أجل لكن حقيقة الناس ترجع لربها وترجع لأنه السودان حيرجع ويرجع بالسلام ويرجع بالأمان بإذن الله.